اهلا ومرحبا بكم. اليوم كما وعدتكم باش نعملوا مع بعضنا سلسله نتاع لي سالي. طلبتوا مني لي سالي نتاع اللي نقدموه في الافراح نتاعنا ولا في الضيافات ولا حاجه. حاسينوا باش نعمل لكم حلقات. اليوم باش نعملوا السالي، انواع نتاع سالي بالبات فويتي. البات فويتي عملتها البارح في الليل وخليتها في الكونجيلاتور، واليوم الصباح باش نخدمها. نخلي لكم الرابط نتاع البات فويتي، عملتها مرتين في صندوق الوصف من غير ما نقعد نعاودها. نحلها معاكم لهنا، عندي الحشوه محضرتها هوني، والاخرين عندهم حشوه اخرى تو بعد نوريه لكم. عندي هوني جبن رابي، عندي طن، عندي كابتين بيض رابي، وعندي معدنوس لهنا، وباش نفوحهم ملح وفلفل اكحل ونخلطهم. اما قبل كل شيء باش نحل معاكم البات ونشكلها بالاشكال اللي نتاع السالي هكا شويه افكار. اما قبل كل شيء ما تنساوش اذا مشتركتوش في القناه تشتركوا بالضغط على زر سابوني، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتبارتاجيو الفيديو ما بين احبابكم واصحابكم باش تعم الفايده. ونبداو مع بعضنا في طريقه التشكيل. نحل البات فويتي بتاعي، نجي نرش شويه فرينة فوقها وفي البلان دو ترافاي نتاعي. وني زلت يبس شويه، خرجتها قبل بوقت، راني من الصباح قمت بكري شويه، خرجتها قبل بوقت من الكونجيلاتور باش تسهيل معايا في الحلين نتاعها. نحط الفرينة بجنبي باش نجمو نخدمو. هاي الطريقة نحلو بها البات فويتي مازالت كونجيلي ولا يابسة وإلا تبدا عالية وخشينة. ننزلو في الوسط هكايا باش تجي متساوية وما تخرجش معانا معليها زبدة ولا حاجة هكا، وأسهل لنا. نجيو هكا وننزل ننزل ننزل ننزل، نعاونها وبعد نعملها ضربة هكا نستويها كيف كيف باش ما نقطعهاش. نزيد نرشوني شويه فرينه، بسم الله. هوني باش نقسمها على اثنين باش ما باش تسهل لي اكثر. بعد القويلب نرش شويه فرينه كي تبدا نحسها بدات تلصق، شوفوا الزبده نتاعنا وشوفوا الفويتاج من اللوطه. خليها في السمك هذا ونبدا نعمل التشكيلات نتاعي. اول حاجه باش نعمل لي فولفون. لي فولفون نجي ناخذ قالب كبير وفي القالب الوسطاني اصغر منه. ما عندكمش قوالب تنجموا تعملوا بالكيسين، كيس كبير وكيس اصغر منه، حاسيلو بالموجود. نقولوا نحنا نعملوا كعيبه هكا، وباش ناخذ انا الوسطاني نتاعها نحطو هكا باش نعمل له حشوه من بعد. تاو تشوفوا من بعد كيفاش باش نعمل هذه هكا. ونجي القالب الوسطاني اللي قصيته هذاك نجي فوقه بنفس اللي قصيتها الاولانيه وننزل عليها تخرج لي هك، ونحطها فوقها. ماذا بينا كيف كيف نحطوهم هما، ونحاولوا من بعد نلصقوهم بالبيض والا بالحليب. وهذوما لي فولفون نتاعي نحطهم طاوة في الطبق ونخليهم بعد في الكونجيلاتور، ومن بعد نحطوهم في الفريجيدير في الفور. الطبق نتاعي باش نرشو بالدقيق هوني باش ما يلصقليش نجي هكا نعمل لكم شكل اخر من الفولفون. نقص هكا واحد، ونجي نقص واحد اخر تحته بجنبه كيفو، ومثلا نختار هكا الشكل نحبو يكون. تزيدوا تفهموني خير.
هكا، وبعد نجيو اك القلب هذاك نحطو فوقه وهكا، وبنفس الطريقة انا مانيش باش نلصقهم، خليهم فوق بعضهم يسيلش هكاكا ما يقلقنيش. نشوفوا لهنا شكل اخر، مثلا نجي ناخذ الشكل هذايا هكا وشكل اخر كيفو، ونجي في وسط الشكل هذاك ونحب نعمل هكا مثلا ونحطها. سامحوني ما كنتش باش تشوفوها، اما هاي حطيتها فوقك النجمه الاولى اللي قصيتها. هاي هاك بعد كي باش يطلعوا هذاك باش نحط فيه صوص بشاميل ولا اللي نحب عليه انا نحطه. حاسيلو هذه طريقه نتاع الفولفون، خليني نكملهم الكلهم ومن بعد نوريكم الحشوه الاخرى كيفاش بالحشوه. ده اللي فضلي من العجينه، شوفوا شنو نعملو. نجي هكا نحاول نطويه فوق بعضه هكايا هكا وهكا، وبالتالي يرجع لي الفويتاج. ماذا بينا ما نرشوش من الاول الفارينة كان ما لصقوهم في بعضهم هكايا، وطوى نرشوا الفارينة متاعنا هكا وهكا هكا، نزيد شوية فارينة هكا لصقت في بعضها وكل الفويتاج هذاك ما نخسروهش. نجي نطويوها هكا باش الحراف يتستويو، ونزيد نرش عليها فارينة ونخليها ترتاح مليح باش نجم نعاود نخدم به هكا وهكا. نعاود نحطها في بابي سولوفان ونخليها ترتاح باش نخدم بها، ونجبد الشطر الثاني اللي خليته باش ما يفسد ليش، نحطها في الكونجيلاتور. هذا الشطر الثاني باش نعمل لكم الحشوة، اللي بالحشوة كيفاش ينجم يكون. قصها على اثنين هاتوا تعرفوا علاش، ونجي هوني للحشوة تاعي نحط الملح والفلفل اكحل ملح هكا شوية، وهذا الفلفل اكحل حشو نتاع الصليل، الفلفل اكحل يبنو على الخرة، ونجي نخلطهم لا بعضهم لا حتى شيء، خليه الحشو شيء حقيقة. حاسيلو نجي للحشو متاعي مثلا ننزل عليه هكا بيدي باش يتلم في بعضه كيما هكا كبيرة صغيرة، نجي نحطها هوني مثلا، وكيف كيف نفس الحكاية ننزل عليه بيدي باش ما يبداش يهرب عليا ولا حاجة، باش ما يجيش مفرفش يعني. وإلا حطوهم في قوالب سيليكون، انزلوا عليهم في قوالب سيليكون. انا تعرفوني ديما ماذا بيا الحاجة تتقد في ساعة ونرتاح منها. بعد ما كملناهم هوني نغسلوا يدينا ونشفوها مليح مليح، ما يسمش تكون يدينا لا بالماء ولا بالحشوه. ونحط الكشطر الثاني اللي قصيته هكا هكايا، حاول نجبد هكا، وبعد نجي منا وحدي وحدي هكا وننزل عليهم باش نسهلهم، نسهل لهم هكا هكا هكايا هكا. ومن بعد نجي نختار القالب نتاعي شنو باش نعمل لهم، مثلا نعملهم مدورين هكا ننزل عليها هكا، خرجت لي كعيبه هكا، وهذه زاد كيف كيف مدوره، وهذه هكا. بعد نجي ونعمل لها الفازات هكايا هكا 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 باش تلصق، ومنها تعمل لنا هيك الزينه هذيك المزينه. حاسيلو يرجع لكم ليكم انتوما كيما قلت لكم، تحبوهم هكاكا يقعدوا مدورين تحطوا العظام معناها البيض قبل، تحطوا البيض قبل باش يلصق لكم.
هكا لونجي مثلا نحبهم مربعين. ناخذها هكا كي نعملها هكا بالطريقه هذيك تتسكر معايا طول من غير ما نقعد انا هايكا نسكر فيه. هذو مال مربعين هكا هايكا تسكرت معانا. وهيك تسكرت معانا هذوما مثلا كعبيت المربعين عملت ثلاثة مربعين. طوا مثلا نعمل هذوما كيف كيف هاوكم تسكروا هكا. وهي اخر كعبه ها هي. وكل عاده اللي فضل لنا نعاودو نفنيوه ونحلوه كيما قبيله ونخبي بابي سيلوفان ونحط هذوك في الكونجيلاتور يرتاحوا شويه ومن بعد نحطهم في الكوش. وهوني حطيت الكعيبات نتاعي في الطبق نتاع الكوشه وحطيتها تسخن على 180 درجه وعندي هنا كعبه بيض ركبتها باش ندهن بها شويه هذوما باش يعطينا لون مزيان وحلو في الفرن. طوا جبت اللي كانت في الكونجيلاتور وباش نعمل بها اشكال اخرى كالعاده الفارينة نتاعنا باش ناخذ كاس نقص بيه ونعملهم كي كعبات بريك الدانوني صغير. مثلا ناخذ الحجم هذا نجي هوني بركة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه كنحطهم هكاك غادي وهذوما ها هو كيفاش باش نعمل لهم. نجي لك الحشوه نتاعي نتاع قبيله هذيك اللي وريتها لكم كالعاده كعابر صغار نكعبرهم هكا بيديا مليح مليح ونجي للكعبه هكا مثلا هكايا هكا نسكر عليها هكا ها هايك عملت معانا شكل ولا بالفرشيطه ولا كان عندكم قوالب صغيره. بون يلزمني نحط لك عابر وبعد نغسل يديا ونحطهم باش ما يتمسخوش معايا نكعبر الساعه توا ومن بعد نكمل بنفس الطريقه. كملت لميتهم الكل اللي عملتهم كعابر كيكه توا نجي بعد ما غسلت يديا نلمهم هاكي حسيلو نجمو تعملو لهم شكل ولا تخليوهم هكاكا ونكمل بنفس الطريقه. توا نعملو لي كورني زاد كيف كيف الشطر الثاني جبتو من الكونجيلاتور نرش عليها كالعاده فارينة. توا نقصوهم هكا شرايط بسم الله وطوا نقدو لي كورني نتاعنا ناخذو مثلا كورني هكا ونبداو من اللوطا نلفو هكا وبعد نقعدو نمشيو بها هكا ندورو الكورني نتاعنا هكا هكا.
كي تبدأ ناقصة نجمو نربطوها ببعضها هكا، ننزلوا عليهم هكا هكا ونكملوا ندوروا. نجمو نجبدوها شوية ويزي هكا، مانيش باش نعملو أكبر من هكا. هذا هو الكورني باش يولي باش يكبر، هو في الكوشة باش يكبر. ونكملو الكورنيات متاعنا بنفس الطريقة زادا. هاهوما خرجو طابو، هاهوما وطاب باش ندهنو هذوما بالبيض ونحطوهم في الفرن زادا كي لخرين. وطابا خرجت الوحدات متاعي الساليات متاعي وريتهملكم، وهذوما جبن قصيتهم بالجبن هكايا. وينو ها اها الجبن هذايا قصيتهم بالطويبة نتاع عجينة السكر، حسيلو زينت بيهم هذا الأعراف المربعات وهذا ما عملتهم ورديت. وهوني عندي شوفريت، عندي سومي سوريس طماطم ساقين هذوما الكرابة ما حسيلو عندهم اسم آخر. عندي هوني زيتون، عندي المايس، عندي تون، وعندي جبن، وعندي الصوص بشاميل للفولفون. نبدأ بالصوص بشاميل للفولفون. صوص بشاميل كما قلت لكم أرجعوا لها في صندوق الوصف تلقاها في فيديو اللازانيا. انا هوني نزرب، ما نجمش باش نحط صوص بشاميل في شو اسمهم في بوشيت، دونك نزرب. وانتم اللي يبدا يوسع في بالو يحطهم في بوشيت يكون خير. وتنجم حتى صوص بشاميل تزينها بالهريسه تكسر لها اللون، بالماس بنيخ خضره تعمل لها كركم صفراء حسيل، وتنجم تزينها باللي تحب انت. توا نزينهم باللي نحب انا، شوفريت مثلا. بون شوفريت تجي كبيره برشا هكا، نولي نقصوها في اثنين نحطو هكا، نحطو الراس مثلا هوني هكا. هكا حسيلو في الزينه تحطوا اللي تحبوا واللي تقدروا واللي عندكم. هذوما صمتهم في الملح وفي الفلفل الاكحل راه. هكا اشتر كعبة طماطم سوريز ربع، حاجة خضرة مثلا زيتون هكا هكا هكا. أورانجي هذا مثلا، هكا 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 وتولي حاجة مزيانة على الأخر. سيرو هذا ما عادش يهز، نجمو نحطو شوية مايز هكا. ناخذ هوني لي كوردون مثلا، نحط كعبة طماطم سوريز هكا فوقها هكايا زيتونة، ونسكر كعبة مايس ولا جبن كان عندي ولا أي حاجة، ونجي هوني ونزينها هك. شفتوها، ونكمل بنفس الطريقة. نكسر هكا شوية بالمعدنوس، معدنوس شايح عندي، باش نكسر هكا كلون هذاك الغامق كيما نقولو نحنا. وهذا يا طبق متاعي يزي، مانيش باش نزينو أكثر من هكا. هذا يا الطبق الأولاني حضر. وهوني الجزء الأول من الحلقة الأولى كمل حضر معانا، خاطر الفيديو باش يجي طويل. الجزء الثاني متاع لي كورني تلقاها في الحلقة اللي من بعد إن شاء الله. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وإن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة. أنا عطيتكم الباز، وأنتم عليكم بالأفكار والإبداعات متاعكم، وتنجموا تزيدوا اللي تحبوا عليه. كما تراو في الاخر معناها كيفاش ظهروا بحاجات معناها مزيانه، وكي تجي تشوف يعني بسيطه ماهيش حاجه كبيره، كي باش تاخذ 100 غرام انت شوفريت والا حاجه هكايا معناها تزين لك وهكا تعطيك حاجه مزيانه وبريزونطابل. ان شاء الله نتقابلوا في الجزء الثاني من الحلقه الاولى.